عام ونصف من حرب الميليشيا في تعز التي لم تستثني أي شيء حتى الأطفال. الشريحة الأضعف في السلم الاجتماعي نالت نصيبها الوافر من شظايا ورصاص الميليشيا، إذ تؤكد الإحصاءات أن مئات الأطفال سقطوا خلال الحرب ما بين قتيل وجريح. منذ عام ونصف حتى تاريخ 10/6 بلغ عدد الأطفال الضحايا والقتلى إلى 451 طفلا، وقد وصل الجرحى من الأطفال إلى 1300 طفل جريح، وهذه أكبر إحصائية بالنسبة للأطفال على مستوى الجمهورية اليمنية من بين المحافظات. وهذا العدد يشير إلى وجود كارثة حقيقية وإلى مأساة حقيقية تطال أطفالنا. تبدو المدينة في ظل الحرب بيئة غير مناسبة للكثير من الأطفال، خصوصا وأن من لم يصب بالقصف تركت مشاهد الحرب والدمار وأصوات القصف صدماتها النفسية الرهيبة عليه، كما ألحقت عقدة دائمة في نفوس بعضهم جراء فقدانهم أحد الوالدين أو الأقارب، إذ لم تعد أمنياتهم اليوم سوى توقف الحرب. أبي مات بثعبات جعلوا لجنبه هون وقطع له قلبه وجعلوا العيال يسعفنه، المهم نزفتهم كمل دمه وجعلوا يركب له دم بعد له شضية وركب له دم. صار من المؤكد إذن أن المستقبل المجهول هو من ينتظر هذه الفئة من المجتمع إذا ما استمرت الحرب التي لا تسقط جرائمها بالتقادم. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.